بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. بيكون معنا في الفقره الاولى زي ما حضراتكم تعودتوا معنا مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، وعندنا اخبار الحقيقه النهارده كتير جدا. الفقره الثانيه بتخص موضوع مهم الحقيقه، يمكن احنا بننفرد ان احنا بنقتحم الحقيقه بقوه. دايما بنسمع عن الدور النفسي للبطل الاولمبي او الرياضي، ودايما بنسمع ان احنا الفرق محتاجه معد نفسي ومحتاجه اعداد نفسي والكلام ده كله. كنا زمان يمكن اللي كان بيعمل الاعداد النفسي ده كان بتبقى اهالينا، الوالد والوالده، المدرب، ساعات لما بيكون قريب جدا من اللاعبين احنا بينا وبين بعض. بس دلوقتي الموضوع ده بقى علم. لا اكيد حضراتكم قريتوا ان بطله امريكا وبطله العالم في الجمباز مش هتشارك او اعتذرت عن الاولمبياد، وبرروا ده ان صحتها النفسيه اهم بكتير من المنافسات. خبر يعني وقفنا عليه كتير. يعني ايه ان لعيبه تعتذر؟ انا عارف لعيبه مصابه، انما لعيبه نفسيا هم مش عايزينها تشارك عشان في حاجه نفسيه مش مظبوطه، وعندنا حالاتها النفسيه او صحتها النفسيه اهم بكتير جدا من بطوله من الاولمبياد. لا يبقى لازم نقف هنا. الحقيقه هيكون معانا ضيف متخصص في هذا المجال، هيكون معانا الدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي لعديد من الفرق الرياضيه. هنتكلم معاه في كل الجوانب واهميه المعد النفسي ايه، وهنقتحم هذا العالم عشان نعرفكم ايه اهميه الاعداد النفسي بالنسبه للفرق، وان ده بقى عالم كبير جدا وتطور رهيب فيه. خلينا نرجع لحلقتنا واخبارنا، بس في البدايه بحب ابارك لفريق كره القدم منتخب مصر الاولمبي اللي شرفنا النهارده بالفوز الحقيقه على استراليا 2-0 في مباراه يعني كنا احنا الافضل على فترات كبيره جدا فيها، وتاهلنا لدور الثمانيه، وفي انجاز كبير جدا جدا. وبنقول لهم طبعا الف مليون مبروك، شرفونا وشرفوا مصر. ولما مصر اسم مصر بيترفع عليا ده بيبقى اقصى يعني اقصى امانينا واقصى فرحتنا طبعا، لان مصر هي الاسم الكبير اللي كلنا نازلين تحت منه وكلنا بنتمنى لمصر دائما التوفيق. وده طبعا الجول الاول اللي حطه منتخب مصر في مباراته النهارده. طيب انا عايز اتوقف شويه عند المكسب النهارده، وعايز احلل امور تخص كمان جماهير الرياضه في مصر، واللي يعني ينكرها. طبعا ده صدت الشناوي النهارده اللي بصوا يا جماعه انا عايز اوريكم حاجه، وهو بيصدها كان في لاعب من استراليا بيسخن ورا الجون ورفع ايده ان الجون داخل، بس الشناوي الحقيقه يعني كان لها بالمرصاد. عايز اقول حاجه انه وخدوها مني يعني، والكلام ده يعني واضح للكل، لما النادي الاهلي بيقف على رجله في كره القدم منتخبات مصر بتقف على رجليها في كره القدم. هتقول لي يا هيثم الكلام ده ازاي؟ الكلام ده حصل في الحصر الحديث مرتين. مره مع جيل يعني طبعا ابو تريكه وكابتن اسلام الشاطر ووائل جمعه مع حفظ الالقاب طبعا وبركات والجيل الكبير العظيم ده، لما نجح مع النادي الاهلي في حصد بطولتين افريقيا في 2005 2006 و2007 و2008 2008 و2007 لا 2007 وصلنا فاينل وخسرنا، ويعني مش عايزين نتكلم في الخساره كانت ازاي. و2008 2009 وكسبنا ذهب برضو، خدنا بطوله افريقيا. الجيل ده لما راح مع المنتخب خدنا ثلاث بطولات افريقيا ورا بعض، وكنا قاب قوسين او ادنى للتاهل لكاس العالم. والنادي الاهلي لما وقف على رجله في الفتره دي المنتخب وقف على رجله. نفس الكلام بيعيد نفسه دلوقتي بعد ازمه كورونا الرهيبه طبعا اللي ضربت العالم كله. النادي الاهلي وقف على رجله، خد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، خد الثلاثيه كمان، بس انا هتكلم على المستوى الدولي. المستوى الدولي بطوله افريقيا طلعنا تالت عالم، سوبر افريقي، السنه دي بنعيد نفس الانجاز. اكيد ما جاش من فراغ، جه عشان الجيل ده كويس، عشان النادي الاهلي بيضم مجموعه جيده جدا من اللاعبين، وعمل جيل محترم جدا واغلبهم صغار السن. وهقول لكم دليلي ايه. لما نيجي نبص نلاقي المنتخب الاولمبي بيضم خمس لاعبين من النادي الاهلي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، صلاح محسن، والعملاق الشناوي، واثنين معارين احمد ياسر ريان وعمار حمدي، وطبعا الطموح الكبير من عندنا برضو. يعني احنا بنتكلم من سبع لاعبين او ثمان لاعبين النادي الاهلي خرجهم لمنتخب الاولمبي، واللي بيشاركوا اساسيين واللي كان لهم دور كبير جدا في الانجاز اللي انتم شايفينه ده. اذا النادي الاهلي طب هتقول لي يا كابتن طب ما هو المنتخب، ما هو المنتخب الحقيقه لسه ما عندوش اشتراكات دلوقتي، المنتخب الكبير.
انما المنتخب اللي دلوقتي عنده اشتراكات ولعب افريقيا هنا وكسبها وطلع الاولمبيات هو المنتخب الاولمبي، عشان كده بصمه، البصمه باينه انه منتظم في منافساته سواء بطوله افريقيا اعداده، حتى الاعداد ما كانش منتظم قوي عشان كورونا، ولكن راح اولمبيات. فالجيل ده كويس. النادي الاهلي يا جماعه بيقدم وبيضحي تضحيات كبيره جدا عشان خاطر منتخب مصر. عندنا اربع لاعبين بيسافروا ويشاركوا من اعمده الفريق في الوقت اللي احنا في امس الحاجه ليهم في ماتشات الدوري العام، كل اللعيبه مجهده والاربع لاعبين دول اساسيين، والنادي الاهلي اصر وما منعش ابدا وما منعش ابدا. وفي اتنين من المنتخب اصلا، في اتنين من المنتخب، بيكهام وناصر ماهر كانوا مع المنتخب اصلا، والنادي الاهلي ما منعش ان هم يشاركوا. يجي النادي الاهلي النهارده يطلب اربع لعيبه من قوام الفريق، منهم الحارس المرمى الاساسي واحسن حارس مرمى في افريقيا، ويروح والنادي الاهلي يقول ماشي. هي بالرغم يا جماعه ان الاولمبيات مش على الاجنده الدوليه، الاولمبيات مش على الاجنده الدوليه، يعني لو لاعب اعتذر او نادي تمسك بلاعب لا حرج له، زي ما حصل مع نجمنا محمد صلاح. يعني مش يعني هنقول محمد صلاح، خلينا في محمد صلاح. ليه؟ لان محمد صلاح ليفربول تمسك بيه، فاذا لا لوم عليه، لان الدوره الاولمبيه مش انما النادي الاهلي بالرغم من كده يعلم جيدا اداره النادي الاهلي ومسؤوليه والقائمين على الفريق حتى المدربين عارفين يعني ايه اسم مصر بالنسبه للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لما يضحي باربع لاعبين ويعاني، النادي الاهلي يعاني من الاجهاد ويعاني من مجموعه من اللاعبين المجهده بشكل كبير وعدم توفر البديل، يبعت الاربعه دول يقول لهم لا شاركوا مع منتخب مصر. والنهارده الكوره دي الحقيقه، انا هاجي بس لدور الشناوي دلوقتي، ولكن لما تلاقي الاربعه والاثنين معاك والمعارين وكمان تلاقي الطموح الكبير من عندنا، يعني القصه كلها جايه ان النادي الاهلي ليه دور كبير جدا جدا جدا، وتضحيات بيقدمها النادي الاهلي عشان منتخبات مصر، وان شاء الله ربنا هيكافئ النادي الاهلي عشان اللي بيعمله وعشان النادي الاهلي وتضحياته عشان اسم مصر باذن الله. ان كلنا ثقه ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرم النادي الاهلي. انا بس قبل ما اروح للمواضيع الاخرى، انا عايز اقف عند الشناوي. الشناوي بالظبط من حوالي شهر يعني تلقى يعني انتقاد عنيف جدا 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 عشان كان في غلطه في احد المباريات بدون تفاصيل، ودخل منها مرمى والناس قامت وقعدت وناس كتير، بس طبعا الاهلاويه كانوا واقفين في ظهر الشناوي بشكل كبير جدا، وقالوا لو تفتكروا المقوله انت ليك رصيد يا شناوي اعمل اللي انت عايزه. انا عايز اقول لكم ان الناس حتى قالت انت فرحتنا يا شناوي ولسه هتفرحنا. النهارده الشناوي مفرحنا، النهارده الشناوي تصدى لثلاث اهداف، ودي الصوره اهي، بصوا يا جماعه لاعب استراليا في الصوره اللي تحت بيرفع ايده ان هو خلاص الجون جاي، الصوره اللي فوق الشناوي تصدى ليها والعكس يعني ماشي، الصوره اللي فوق هو بيرفع ايده والصوره اللي تحت هو بيحط ايده على راسه. معلش الصوره بعيده عني بس انا عارف شفتها في الماتش وكنت عارف الكره دي ايه اللي حصل فيها. فلما نلاقي الشناوي من شهر كان الهجوم ده كله عليه والنهارده الشناوي بيكسب مصر وكنا عندنا ثقه كجمهور النادي الاهلي، لا يبقى احنا كنا على حق. الشناوي زي ما فرح النادي الاهلي وعمل انجاز كحارس مرمى، لعب كاس عالم ولعب اولمبيات ولعب افريقيا ولعب كاول حارس مرمى في التاريخ، النهارده بيفرح مصر كلها زي ما فرح جمهور النادي الاهلي. يعني الشناوي نجم من ذهب واثبت بالدليل النادي الاهلي ليه، جمهور النادي الاهلي ليه نظره ثاقبه ان دايما بيثق في من يستحق هذه الثقه. ربنا يوفقك يا شناوي ان شاء الله دور الثمانيه، نتمنى ان نحقق الانجاز. وعايز اقول لكم ان احنا حققنا انجازنا، انجاز ده مرتين، ان احنا نوصل لدور الاربعه، مره في امستردام سنه 1928 والمره الثانيه فين؟ في طوكيو 1964. يا رب تبقى فال حسن ان شاء الله يبقى طوكيو نعيد هذا الانجاز ونوصل لقبل النهائي يا رب. وكلنا ثقه في رجاله مصر ان شاء الله يقدروا باذن الله يعملوا المستحيل ويبذلوا كل المجهود عشان خاطر رفع اسم مصر عاليا. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. كره اليد جوه النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق محروس، الموسم خلاص اخر الشهر او اخر شهر 8 عندنا بطوله افريقيا لابطال الكؤوس، وكابتن طارق محروس بيمرن اللعيبه وبيرفع معدلات الايه البدنيه بشكل كبير لغايه ما لعيبه المنتخب ترجع. طيب النادي الفرقه عندها ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم عندنا بطوله افريقيا لابطال الكؤوس اخر الشهر، وبالمناسبه البطوله دي هيشارك فيها الاهلي بس كحامل اللقب، والاتحاد الافريقي عشان يقلل عدد الفرق بسبب جائحه كورونا قال لك الاوائل بس اللي هيشاركوا، فكده النادي الاهلي حتى الان هو اللي هيشارك من مصر، وهتبقى في مدينه اغدير في المغرب بس. هو طبعا الاتحاد الافريقي اعلن ولكن لسه الفاكس الاخير او التاكيد ببدايه البطوله او اللي هو طبعا النهائي بقى لسه ما جناش، ولكن كابتن طارق محروس مع اللاعبين بيستعدوا للبطوله دي. وهنرجع من البطوله دي ان شاء الله اذا رحناها واذا اقيمت، مش رحناها اذا اقيمت، هنرجع من عليها على بطوله الدوري اللي هتنطلق في اول 9
زي ما حضراتكم عارفين عندنا ثلاث لعيبه في المنتخب وعاملين اداء كبير وليهم دور كبير، محمد عصام الطير حارس المرمى، ابراهيم المصري المدافع، واحمد عادل. كل اللاعبين الحقيقه دول ليهم دور كبير مع منتخب مصر، ورجعوا بالف سلامه وان شاء الله منتخب مصر يشرفنا. كاميرا الابطال كانت موجوده مع الفرقه في استعداداتها، عملنا التقرير نتفرج عليه مع حضراتكم وارجع ليكم تاني. احنا بادئين من تقريبا من نص شهر 6. الاول طبعا كان مرحله بدنيه اكتر، بعد مرحله البدني بدانا ندخل الفني والبدني، دلوقتي في الريتم بدا يبقى عالي جدا علينا. هو بنستعد للموسم الجديد، عندنا بطولات كتير الموسم الجديد، تقريبا هيبقى ممكن 5-6 بطولات او اكتر. فان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نحضر نفسنا ذهنيا وبدنيا للفتره الجايه تبقى صعبه يعني. احنا في 2 لعيبه بس هم اللي زادوا معانا، فالموضوع مش مختلف، احنا بنكمل على شغل السنه اللي فاتت. مفيش يعني اكيد لو في اضافه جديده هتبقى فنيه اكتر، لكن نفس الشغل نفس الريتم اللي بنشتغل بيه، الناحيه البدنيه مهتمين بيها اكتر الفتره دي. وزي ما بقول لك الموسم هيبقى صعب، فاحنا لازم نبقى جاهزين له اكتر يعني. لسه الموسم ما اتحددش قوي، المفروض كان في 20/8 كانت بطوله افريقيا بطوله الكاس، بس لسه ما اتحددتش، هتتاجل او هتتلعب في ميعادها في المغرب. وفي نص سبتمبر برضه هو لسه ما اتحددش الدوري، بس في نص سبتمبر المفروض الدوري هيبدا يعني. احنا النهارده السنه دي بدانا تقريبا يوم 15/6، بدانا نستعد الموسم من 15/6، بنستعد طبعا من فتره اعداد عشان بدايه الموسم، كنا مريحين في اجازه بعد الموسم ما خلص، فلازم نرجع بنشتغل فتره اعداد. كابتن طارق، كابتن جولا، كابتن دكتور تامر، كل الجهاز موجود، احنا شغالين مع بعض بنجهز للسيزون الجديد بالتمرينات بقى، الاعداد البدني، الاعداد الفني والمهاري، بنخش في شغل هاندبول واحده واحده يعني. الفرق من السيزون فات وفي السيزون ده، السيزون فات احنا بداناه كان بعد كورونا، فكان رجعت بعد فتره طويله قوي من الراحه، فالحمل البدني كان عالي شويه عشان تقدر تقف على رجلك شويه. السنه دي انت مش راجع من فتره راحه كبيره، انت الموسم خلص، في ناس راحت منتخب، في ناس لعبت بطوله اسيا، فانت راجع اوريدي واقف على رجلك شويه، مش واقف بقالك فتره كبيره زي السنه اللي فاتت. فبنخش واحده واحده يعني، بنرجع تاني بنقف على رجلنا تاني، بس مش يعني في السنه اللي فاتت كان في راحه اكتر، فكنا بنشتغل في الشغل البدني اكتر يعني. السنه دي فيش راحه كانت كتيره يعني. احنا المفروض ان اقرب حاجه عندنا بطوله افريقيا شهر 8 تقريبا 24/8، فدي اقرب حاجه هنجي بنحضر ليها، وطبعا بنطالب او اي حد موجود ان هو لازم نكسب البطوله ديت، بنحضر لها كويس جدا. بعد ما نرجع بطوله افريقيا ان شاء الله هيبقى عندنا بدايه الدوري في نص 9 تقريبا 16/9، فبنستعد لبطوله افريقيا، اهم حاجه دلوقتي ان احنا لازم نكسب ولازم نحقق البطوله ديت. بعدين لما نخلص بطوله افريقيا بقى بنفكر في الدوري، بناخدها خطوه خطوه. احنا استعدادنا للموسم الجديد طموحاتنا ملهاش حدود زي ما بنقول، عايزين الموسم دوت ان احنا فعلا نسعد الجمهور. الموسم اللي فات ما قدرناش نحقق بطوله الدوري، لكن قدرنا نحقق بطوله الكاس الحمد لله. السنه دي عندنا بطولات كتيره، 5 بطولات او 6 بطولات كمان. بادئين الموسم بقوه جدا، تمارين صباحيه ومسائيه، كابتن طارق عامل لنا بروجرام كده ماشيين عليه وسيستم ماشيين عليه، الحمد لله بنتمرن كويس جدا. اللعبه بتاعت المنتخب في الاولمبياد بيأدوا بمستوى جيد جدا، ان شاء الله يرجعوا لنا ونكمل الموسم على خير ان شاء الله. دايما فتره الاعداد بالنسبه للاعبين بتبقى دمها تقيل شويه، بيبقى فيها تمرين صبح وبالليل وبتاع، بس الحقيقه هي دي الفتره اللي بتوقف اللاعب على رجله طول الموسم. احنا لسه في كره اليد، بس هنروح للسيدات. بالرغم ان النادي الاهلي هو بطل الثلاثيه السنه اللي فاتت في كره اليد للسيدات، ولكن هو مازال بيدعم فرقته، تعاقد مع سلمى عبد الرازق قادمه من نادي 6 اكتوبر لمده 4 سنين، تعاقد معها لحاجه الفريق لمجهودها يعني. وقال كابتن رؤوف عبد القادر انه بيجي في ظل توجيهات طبعا مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بضروره تدعيم الفرق الرياضيه في النادي باحسن العناصر عشان ينافس على كل البطولات. ده تصريح كابتن رؤوف عبد القادر. واكد كابتن رؤوف كمان ان سلمى اضافه كبيره لمستقبل الفريق، وعندها امكانيات فنيه عاليه، وانها جاهزه للمشاركه مع الفريق في التدريبات الجماعيه في الفتره القادمه استعدادا للموسم الجديد تحت قياده كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق. خطوه مهمه لفرقتنا، وده استكمال طبعا لدعم الفريق السيدات او فرق النادي بشكل عام زي ما كابتن رؤوف صرح. والنادي الاهلي دايما بيدور على الافضل عشان حصد البطولات. خلينا نروح لكره السله، ونفس الكلام كره السله السيدات. يمكن السنه اللي فاتت وفقنا في كل البطولات ما عدا بطوله السوبر الحقيقه، ولكن برضو تم تدعيم الفريق بندى نافع ورنيم الجداوي. كابتن رؤوف عبد القادر كمان مدير النشاط الرياضي اعلن التعاقد مع رنيم الجداوي وندى نافع لتدعيم الفريق لمده 4 سنين
القادمه. رنيم وندى مضوا في مقر النادي الاهلي بالجزيره في حضور كابتن علي هاشم طبعا المدير الفني اللي اختارهم طبعا. يعني بحيث ان هو طبعا لازم يكون المدير الفني السيستم في النادي الاهلي كده، المدير الفني يختار النشاط الرياضي يتحرك. واللي قال ان رنيم وطبعا وندى اضافه كبيره وانها عناصر مهمه جدا في النادي. ورنيم طبعا صراحة التصريح قالت انها سعيده جدا بانضمام النادي الاهلي واللي دايما بيكون هدفه هو البطوله والصداره. خلينا نطلع لتقرير صورناه في مراسم توقيع اللاعبتين ونطلع لفاصل وبعديها ارجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. طبعا احنا بنستعد لبدايه الموسم اللي فات كانت نتائج الفريق ده مميزه، يعني فاز باربع بطولات من اصل خمس بطولات. بعد ما بتنتهي السنه بيحصل تقرير من المدير الفني وبيقول احتياجاته ايه بالنسبه للموسم الجديد. فطبعا استغنى عن بعض اللاعبين، عوده كيلسي تاني كلاعيبه الاجنبيه، وابدا رغبته يعني شاف النقص عنده اللي المفروض تحت الباسكت يعني مركز اربعه ومركز خمسه، فابدا رغبته وابتدينا يحصل اتصال يعني باللاعبين، والحمد لله ربنا كرمنا وزي ما حضراتكم شايفين النهارده كده بواقع للنادي الاهلي. يعني طبعا بالنسبه للامور الفنيه تمام اللي احنا بنتركها للفنيين، فالكابتن علي هاشم طالما هو ابدى رغبته هو عارف مدى الاحتياج الفني ليهم. هم لعيبه يعني غني عن التعريف، يعني رنيم جداوي لعيبه نادي سبورتنج ومنتخب مصر ولسه حالا كان في بطوله افريقيا لسه راجع في خلال اسبوع وفازت بلقب احسن لعيبه سنتر او مركز خمسه يعني في افريقيا، فهي لعيبه مصنفه ولعيبه معروفه على الصعيد الافريقي والمحلي. ايضا بالنسبه لندى نافع لعيبه يعني ادت اداء جيد جدا في الموسم اللي فات مع نادي هليوبلس، وكل الناس يعني اشادوا بيها جدا جدا جدا، وكان ساعدت نادي هليوبلس على احراز مراكز متقدمه السنه اللي فاتت، فهي لعيبه مميزه، فاعتقد ان هيبقوا اضافه باذن الله لفريق النادي الاهلي. طبعا صفقة كانت مهمة بالنسبة لنا من السنة اللي فاتت، احنا ماشيين في الموضوع من السنة اللي فاتت، طبعا هي بدأنا نتكلم من آخر الموسم اللي فات، والحمد لله المفاوضات مشت كويس ومش في مشكلة يعني، إن شاء الله تبقى إضافة للنادي الأهلي ونكسب كل البطولات بإذن الله، وهي لعيبة بروميسينج طبعا وفي منتخب مصر ومن أحسن اللعيبة اللي في مصر يعني. نفس الكلام ندى نافع برضو، كنا محتاجين في البوزيشن ده اتنين لعيبه في مركز الارتكاز، وان شاء الله الحمد لله ربنا وفقنا فيهم وقدرنا نجيبهم يعني الحمد لله. ابتدى المفاوضات مع رنيم اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل شفنا كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن علي هاشم قالوا ايه طبعا في مراسم توقيع ندى نافع ورنيم الجداوي. خلينا نروح نشوف بقى ندى نافع ورنيم الجداوي قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. السيزون ما خلص كابتن علي كلمني وكده وقال لي ان هم عايزين يتعاقدوا معايا، كنت مبسوطه قوي اكيد لما عرفت يعني، عشان اكيد كنت اي حد يحلم ان هو يلعب في النادي الاهلي. فبس فبعد كده بدانا بقى نمشي في الاجراءات بتاعت ان انا امضي وكده، بس كنت مبسوطه جدا اكيد يعني اي حد يحلم ان هو يلعب في النادي الاهلي من اكبر النوادي، فاكيد كنت سعيده جدا ومتحمسه جدا ان انا هلعب في النادي يعني. كابتن علي كلمني بعد ما السيزون خلص وطلب مني ان انا يعني قال يعني ان هو عايز نتعاقد معاكي وكده، وطبعا كان شرف كبير ليا وكنت فرحانه ان انا يعني جات لي فرصه ان انا العب في نادي الاهلي. كنت مبسوطه جدا وسعيده، انا اصلا من زمان وانا صغيره وانا بشجع نادي الاهلي ونفسي كان العب في نادي الاهلي من زمان، فكان شعور رائع صراحه. اهلا بحضراتكم من جديد. وخليني اقول لكم ان طبعا كل الفتره اللي احنا دي فتره التدعيمات وفتره الصفقات وفتره الاستعدادات، لان خلاص هو شهر 8 ده وبعد كده المنافسات السله هتبتدي 9، اليد هتبتدي 9، وغالبا كمان الطايره ممكن تتاخر شويه بس هتبتدي 9. خلينا نروح لكره السله رجال. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر اعلن امبارح بالليل عن تعاقد النادي الاهلي مع اجوستي بوش المدير الفني الجديد لكره السله رجال،
وقال كابتن رؤوف انه بلغ مجلس اداره باختياره ده عشان يتم اعتماده في مجلس اداره، وانه من ناحيه تانية هيتصل بالمدير الفني الاسباني طبعا عشان يخلص معاه ترتيب كل الامور الخاصه به والفريق ويقدر يوفر ليه كل احتياجاته طبعا الموسم القادم. طبعا حضراتكم عارفين اجوستي بوش جاء يعني او حقق مع نادي الزمالك بطوله دوري السوبر وبطوله افريقيا اللي اتلعبوا في رواندا او اتلعبت في رواندا، وكان وزي ما حضراتكم طبعا عارفينه وفاكرين يوم 8/7 بالظبط كان اجوستي بوش اعلن طبعا اكتفائه بالفتره اللي قضاها مع نادي الزمالك ورحيله عن نادي الزمالك. واكيد مستنيين من مدربنا الجديد ومديرنا الفني الجديد، اكيد مستنيين الكثير منه ان شاء الله، وهو مدرب اجنبي وليس اجنبي، يعني الفكره كلها ان هو الاجانب بيبقوا جايين اول مره، لا بس هو ليه خبره كبيره يمكن سيزيد عن عام في الدوري المصري، فاكيد عارف الدوري المصري وعارف اللعيبه، فهو يعتبر اجنبي طبعا لانه جنسيته اسباني، ولكن هو عارف الدوري المصري جيدا وعارف كل لاعبيته. كل التوفيق طبعا لاجوستي بوش في مهمته القادمه مع النادي الاهلي. هنروح للكره الطائره رجال. عايز اقول لكم لو تفتكروا كان من بدايه البرنامج ده من سنه كنا قلنا لحضراتكم انه النادي الاهلي بيدور دايما في محترفين ان هم يكونوا من ليفل 1، ومش محترفينه بس، ومدربينه ومديرينه الفنيين وكل من يتعاقد معاه ان هو يبقى من الطراز الاول. شفنا تعاقد الفريق الاول طبعا لكره الطائره مع الامريكي جاريت لتدعيم الفريق الاول. جاريت لاعب منتخب امريكا وبيلعب دلوقتي الاولمبياد، فهو لاعب صفقه من العيار التقيل، يمكن من احسن اللعيبه اللي جم مصر على مدار التاريخ في لعيب في كره الطائره، وارقامه عاليه جدا، وفي يوم او في حلقه هنفرغ جزء عشان اجيب لكم ارقامه لان ارقامه هتاخد وقت منا كبير واحصائياته، وطبعا هو بيلعب مع منتخب بلده دلوقتي. وعايز اقول لكم ان عمره يعني بدايه الثلاثينات و 30 سنه طبعا حقق معاهم في امريكا المركز الثالث في بطوله كاس العالم من سنتين في اليابان، بيلعب اولمبياد، بيلعب الدوري العالمي، ومحقق نتائج كبيره جدا جدا، لاعب من طراز جيد، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيجيب محترف يعمل الفرق، لو محترف مش عامل فرق لا يبقى شكرا. كده خلصت اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح طبعا لاخبارنا المحليه وهنرجع تاني للاولمبياد لان هو ده الحدث الاهم. منتخب كره اليد اللي مشرفنا فاز النهارده على اليابان في مباراه كانت مهمه، وكانت دي ويضع بالمباراه دي قدمه في ربع النهائي. فوزنا النهارده 29-33 او 33-29، وطبعا ده جه بعد ما خسرنا من الدنمارك في مباراه طبعا ادينا فيها اداء كويس، وبالنتيجه دي منتخبنا ارتفع رصيده للنقطه رقم 4 اللي بيحتل بيها المركز الثالث في المجموعه ورا الدنمارك والسويد في المركزين الاول والثاني برصيد 6 بونت. منتخبنا يلعب الماتش الجاي مع نظيره السويدي، وما ادراك ما المنتخب السويدي، الجمعه الجايه في ماتش قوي. الماتش ده هيحدد بشكل كبير المركز الثاني والثالث. طبعا لو خدنا ثاني الدنيا هترتاح، هتقابل فرقه شويه تساعدك توصل دور الاربعه. انا شايف المباراه اللي جايه مباراه مهمه. مصر كانت لعبت 3 ماتشات، كسبنا البرتغال طبعا، وخسرنا من الدنمارك، وكسبنا منتخب اليابان. انا عايز اقول لكم بس ماتش السويدي اللي جاي ماتش مهم. طب ليه؟ لانه الماتش ده لو ربنا كرمنا فيه وكسبنا وخدنا المركز الثاني هتقابل ثالث المجموعه الثانيه، فطبعا المجموعه اللي احنا رايحين عليها، فهيبقى ماتش اسهل شويه من بتلعب الثاني. طب ده هيفيدنا في ايه؟ لا يفيدنا كتير، لان انت كده ممكن تتاهل لدور قبل النهائي. والحقيقه الفريق ده انا بس عايز اقف عنده شويه، الفريق ده احسن فريق جماعي في مصر، يعني شاء من شاء وابى من ابى، اليد احسن فريق جماعي في مصر. والفرقه دي والجيل ده والرجاله دي من زمان كمان، من جيل الزمان، من جيل القديم واللي اول جيل ذهبي عمل النتائج دي، مصر تستحق ميداليه في الاولمبياد. يعني احنا مشوار طويل اكتر من 20 سنه من التسعينات وبنحقق نتائج كبيره جدا، لا مصر تستحق ميداليه. والجيل ده بالحقيقه بيلعب بكل رجوله، ومعلمين حتى الفرق الصغيره واللعيبه الصغيره اللي هتلعب برجوله. فانا اتمنى الفرقه دي يا رب المباراه القادمه السويد. ممكن تقول لي ما خلاص ما احنا اتاهلنا، لا ما نتاهل ورايح بعد كده على مين؟ ماتش السويد طب نقدر نكسب؟ نقدر نكسب، نقدر نكسب، من شفتوا ماتشتنا معاهم هنا وماتش الدنمارك كنا قريبين جدا من المكسب. كل التوفيق لفريق كره اليد. طبعا هنروح لخبر مهم جدا النهارده الصبح، ده ملاك وسيف عيسى رجعوا من طبعا من طوكيو جايبين ميداليات، وحصل استقبال تاريخي في المطار النهارده بيهم من وزاره الشباب والرياضه اتحاد التايكوندو، وعملوا عربيه شكلها حلو قوي. هي دي بقى العربيه، عربيه مكشوفه طبعا بتتعمل للابطال. المنظر ده الحقيقه ما شفناهوش كتير، كنا بنشوفه مع كره القدم. والمطار كله اتزين، حتى الناس اللي شغاله في المطار واستقبلوهم باستقبال رائع، حتى الولاد كانوا تعبانين من السفر، بس الاستقبال الجميل ده اللي كان على راسه طبعا دكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضه، لان الوزير في طوكيو، فطبعا المساعد كان موجود، ومسؤولين من اتحاد اللعبه والرعاه، قصه كبيره جدا يعني. وطبعا كانوا حققوا طبعا انتوا عارفين ميداليتين البرونزيتين، وهدايا ملاك اللي قدامنا دي في الصوره
عملت انجاز كبير، خدت ميداليتين في دورتين اولمبيتين ورا بعض كاول لاعبه في تاريخ مصر تعمل كده. وخليني برضو اقول لكم حاجه، لا الموضوع فيه اهتمام كبير، هي تاني لاعبه، انا اسف، عبير عبد الرحمن اول واحده عملت هذا الانجاز. انا معلش ايه يعني المواضيع تداخلت مع بعض، بس خليني اقول لكم انه النتائج اللي انتم شايفينها دي مش بس جت نتيجه عشوائيه، لا في تخطيط، والدوله الحقيقه واقفه ورا نجومنا وابطالنا. وفي هقعد اتكلم معاكم في الموضوع ده، بس محتاجين استفاضه في رعاه، ومش بس دعم الدوله، لا ده في دعم جاي من شركات كبيره ورجال اعمال كبار، وهنقف على الموضوع ده كتير وهنتكلم عنده، لان مش بس دعم الدوله هو اللي بيروح للاعبين دول، لا في دعم جاي من رجال اعمال، وده طبعا بتوجهات جايه من الدوله المصريه ان لازم يدعم اللعيبه دي، لان الحقيقه الدورات الاولمبيه اللي جايه او الدوره الاولمبيه اللي جايه جايه كمان 3 سنين قريبه جدا مش 4. طب ليه يا كابتن؟ لان اللي فاتت اتاخرت سنه ومع ذلك محتفظه بنفس الاسم، طوكيو 2020 برغم احنا في 2021، فاللي جايه 2024، لان ميعاد اللجنه الدوره الاولمبيه ميعاد مقدس. طيب، وطبعا اتاجل عشان كورونا. فالنهارده الحقيقه كان فرحه كبيره جدا ودافع كبير للي لسه هيلعب، اللي هيلعب دلوقتي هيشوف الاستقبال كان شكله عامل ازاي، اكيد دافع كبير جدا، ومصر دايما بتقف جنب ولادها. خلينا نروح ل يعني الاسطوره الكبيره جدا، ومش بس تحقيقك ميداليه هو اللي بيخلي الناس تحترمك وترفع لك القبعه. عمر عصر لاعب تنس الطاوله، دي صورته معانا، عمل انجاز تاريخي كاول عربي وافريقي يوصل لدور الثمانيه في تنس الطاوله. تنس الطاوله لعبه صعبه واحتكارها كامل من دول شرق اسيا على راسهم الصين، احتكار كامل. انا بقول بمعنى يعني دايما تلاقي منصه ثلاثه من شرق اسيا وممكن تبقى الثلاثه الصين كمان. فعشان يوصل عمر عصر لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي واللي اكتشفه النادي الاهلي، انه يوصل لدور الثمانيه ودي ثالث دوره اولمبيه يشارك فيها، يبقى ده انجاز كبير جدا يستحق عنه التحيه. وخليني اقول لكم ان اللي طلعه بطل العالم والمصنف الثاني دلوقتي، وطلع بنتيجه 4-1 بعد مباراه كانت قويه. فكل الشرف وكل الفخر ليك يا عمر ان انت توصل للمرحله دي، واللي طلعك بطل العالم، ولسه على فكره عنده يعني فرصه انه يلعب، لان في الطرديه لو اللاعب ده خد المركز الاول ما انا عارف، بس هو يعني على العموم ما فيش مشكله. خلينا نوقف على الانجاز اللي هو عمله دور الثمانيه، ونقول ان هو خد عمر عصر ما مشاش من البطوله، لسه مكمل. طب مكمل ليه؟ لان في منافسات الفرق. كل الكلام اللي حضرتك شفتوه ده كان منافسات الفردي والزوجي، في منافسات فرق. طب مين اللي هيلعب في الرجال ومين اللي هيلعب في السيدات؟ اللي هيلعب في الرجال عمر عصر، اخوه خالد عصر واحمد صالح احتياطي بتاعهم البالي. سيدات هتلعب دينا مشرف ويسرى اشرف حلمي وفرح عبد العزيز والاحتياطي بتاعهم هنا جوده، دول الفرق لسه هنلعب. ومحدش يعرف، ممكن نحقق انجاز يعني تنس الطاوله الحقيقه لما عمر يوصل للانجاز ده محدش يعرف، ممكن القرعه تخدمنا بشكل كبير، نحقق انجاز كمان على مستوى الفرق، مش بس الميداليه الناس بتحس بيها ولكن بتحس ايضا بالانجاز ده. وده اللي يخليني اروح على خبر تاني، السلاح. السلاح برضو عملوا انجاز كبير جدا، زي ما عمل عصر هذا الانجاز، السلاح على مستوى الفرق خدوا خامس دوره اولمبيه، وده اول انجاز عربي وافريقي يحصل من اي فريق في السلاح. السلاح شايف طفره كبيره جدا، والحقيقه لولا الحظ والقرعه كنا شفنا ميداليه او اتنين من السلاح، ولكن ما حلفهمش الحظ. منتخبنا الوطني الاول السلاح السيف عمل انجاز كبير زي ما قلت لحضراتكم، حققوا خامس بعد ما فاز على ايران في نتيجه الخامس والسادس 45-25. حظه السيء المنتخب انه وقع في طريق دور الثمانيه في بطل العالم كوريا الجنوبيه، عشان كده انا بقول لكم القرعه بتخدم بشكل كبير جدا يعني اللاعبين واللاعبات. احنا حظنا كان وحش، وقعنا في كوريا خرجنا، ومع ذلك خدنا خامس، يعني معنى كده ان انت كل اللي خسره انت كسبتهم. كنت عديت بس دور الثمانيه انا بقول لكم الفرقه دي كانت هتاخد ميداليه. انجاز كبير، ولكن لازم نبني على الانجاز ده، لازم كمان 3 سنين نشوف اللعيبه اللي خرجت او الفرقه اللي خرجت من دور الثمانيه او دور الاربعه او الكلام ده كله، لازم يبقى فيه بناء على هذا الانجاز. هنروح لنجمتنا وسباحتنا الذهبيه فريده عثمان، تودع منافسات 100 متر سباحه حره بأولمبياد طوكيو. طبعا ماشي، بس ده ما يمنعش ابدا انجازاتها الكبيره. فريده عثمان خدت طبعا، جت في المركز 33 بعد ما حققت زمن قدره 55 ثانيه و74% من الثانيه. فريده ودعت السباق لان النصف النهائي بيتاهل 16 لاعب فقط، بس خلي بالكم كل الدعم لفريده لان لسه عندها يوم الجمعه الجايه سباق مهم، والسباق ده الاقرب ليها وهي اللي محققه فيه ارقام 50 متر حره. كل التوفيق ليك يا فريده،
وكل التوفيق لابطال مصر. وخليني اقول لكم ان البطوله مستمره وكل فتره هتلاقي مشتركات ولاعيبه بتشارك، لسه نجومنا بتوع الكاراتيه ما اشتركوش، خلي بالكم لسه ما لعبوش. نجوم الكاراتيه مستنيين منهم كتير جدا، لان الحقيقه عندنا بطله العالم منهم طبعا جيانا فاروق، ومستنيين ومصر كلها مستنيه طبعا انجاز كبير منها. دي كده اخبارنا خلصت، هنطلع لفاصل هنستقبل فيه دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي للعديد من الفرق الرياضيه، عشان نتكلم معاه في كل ما يخص الجانب النفسي، وده جانب مهم جدا في الرياضه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي للكثير من الفرق الرياضيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. يمكن الكلام كله دلوقتي عن الدوره الاولمبيه ونتائجها، طبعا الكلام ده مال الميديا كلها، ولكن احنا هنخش في حته الحقيقه يمكن مش كتير دخلوا فيها، اللي هو اعداد البطل والاعداد النفسي، وازاي تتوسم نفسيا في هذا البطل انه ممكن يكون في الايام لاعب محترف او بطل اولمبي، واكيد في اعمده للشخصيه المحترفه او البطله. ايه الموضوع ده؟ الحبول الاول طبعا كل مدرب من مدربين القطاعات الناشئين، انت دورك مهم قوي في صناعه المحترف. المحترف يصنع، على فكره كلمه موهوب يبقى محترف دي لا، موهوب يبقى حريف لكن يعني مش محترف. يعني فرق كبير قوي 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 قوي، يعني فرق كبير جدا. عندنا حريفه كتير بس المحترفين قليلين. شغلانه المحترف بقى دي اللي بيشتغلها المدرب، ازاي تحوله من حريف الى محترف. ازاي يا دكتور؟ اولا احنا قيمه الوعي الذاتي للولد وهو صغير، ان انا ابقى مدرك او انا بفكر ازاي، بتصرف ازاي، انا بعمل دي ليه. يعني ايه الوعي الذاتي؟ لا عايزين نوضح السيلف اويرنس ده، اللي هو بيكلمك على يعني ايه مثلا الواقع بتاعي ويعني ايه الموقع. الواقع ده بالمناسبه انا طبعا مدير فني الفولي بول في انديه كتير طبعا. طبعا جوه مصر وبره مصر. فهقول لك مثلا يعني ايه واقع، يعني ايه موقع. افتكر انا في منتخب الناشئين فدايما يمشوني ان انا قصير، اروح البيت. مجموعه بقى اول حركه طارق فريد، ايمن فخر الدين، عصام معوض، احمد عسقلاني، كل دول كده اروح المنتخب معاهم، بس امشي على طول. تمام. بنمشي ليه؟ عشان قصير. فاروح البيت بافضل قاعد وانا قصير، طب اعمل ايه صحيح؟ جنبي عالي ماشي، طب وبعدين؟ قصير برضه في الاخر. ده اسمه الواقع. لازم المدرب يقول للاعيب بتاعه ان الواقع ده كل ما لا يمكن تغييره هنركنه على جنب. خلاص مش في ايدي. الموقع بقى بتاع اللاعب هو كل ما يمكن تغييره. يبقى انا اول حاجه على طول عشان عندي سيلف اويرنس كويس اللعيبه بتاعتي، اقسم لي ورقه كده اقول ايه الحاجات دي هنشتغل عليها لان ممكن قوي تحسن ادائك، والحاجات دي كده انساها خالص، بنسميها المربع المفقود. ده المفروض يعمله للاعب وزوار مدربه بدري جدا، بدري عشان اللعيب ما يقدرش يهري نفسه في حاجه مش بتاعته، مش عارف يعملها، وده مجهوده في حاجه مش هيجيب منها نتيجه. جول كيبر كويس قوي قوي بس قصير، هيفضل جول كيبر كويس امتى؟ مراحل ال 15 17 ده اول ما يطلع فوق خلاص متشكرين. يبقى في ده الواقع، ده الواقع بتاعه، مش عارف يطول، واخد بال سعادتك؟ مستوى السرعه بتاعه، الالياف العضليه بتاعته، بيضه ولا حمرا؟ دي مهمه جدا، يعني انا هطور مستوى السرعه بتاعك، هل تبقى زي محمد صلاح؟ لا. لا. محمد صلاح ليفه عضليه حمرا. بالظبط كده، ليفه عضليه تشتغل، يعني هتشتغل بقى هي اللي هتشتغل على الجزء ده، لكن في واحد تاني ما يقدرش، عشان كده بقول ايه؟ شغل المدرب في المنطقه دي هيفرق كتير قوي مع اللعيب. ما يموتش. طيب احنا بنتكلم على حاجه اللي ممكن يغيرها. اللاعب انا كمدرب هحط اقول له بص يا ابني انت لاعب مثلا قصير، طب هو عايز يبقى لاعب كويس. في امور تانية ممكن يشتغل نفسه فيها. بالظبط. طيب الامور اللي بيشتغل نفسه فيها دي، هل كافيه ان ممكن تخلي اللاعب ده بالرغم من الواقع بتاعه صعب ممكن يتحط في مصاف اللعيبه الكبار؟ في لعبات كتيره ممكن، يعني مثلا الفولي دلوقتي بقى فيه ليبرو موجود. تمام. نقدر ليبرو قصير بس لعيب ملوش حل. في الهاندبول في صانع الالعاب. تمام. في الباسكت برضه كده. صحيح. اذا في مناطق في الملعب ممكن. النهارده بتفرج على عمار حمدي في ماتش، اولا مبروك طبعا منتخب مصر. طبعا حاجه عظيمه جدا طبعاً. جدا طبعاً. جدا طبعا. عمار حمدي جسمه قليل قوي. ومع ذلك شوف بقى العمل ايه. والولد العرضه النهارده والولد بتاع استراليا ارزاني ده لما نزل قلب الدنيا رغم انه جسمه قليل جدا. فهنا بنتكلم ده الموقع بقى بتاعه، الموقع اللي هو كل ما يمكن تطويره. طب يا دكتور ايه الفرق بين العضله البيضاء والعضله الحمراء برضه عشان السنه مش هنيجي؟ الالياف البيضاء هي الالياف السريعه الانقباض جدا. طبعا دي اهداف النهارده حاجه عظيمه جدا يعني. لاعب النادي الاهلي المعار كمان ولاعب منتخب مصر. اتفضل يا دكتور. انا مش عايز ادخل في الجزء البدني ده عشان ده ليه ناس، ولكن على السريع كده. نوع الالياف البيضاء اللي هو انقباضها سريع جدا لكن ما تقدرش تستمر لفتره طويله. تمام. الالياف الحمراء انقباضها بطيء شويه لكن عندها قدره تستمر. لما اجي انا اقول 100 متر لا الياف بيضاء لازم. لما اتكلم على الالعاب اللي عايزه قوم في الوزن العالي والوزن الطويل
كتكلم مثلا 10,000 والضحيه وكده لا حمر. ده عايز ده بيخسر شديد جدا. تمام لازم اصنف اللاعب. انا كمدرب لازم اصنف اللاعب بتاعي شكله ايه بيتعرف بسهوله والواقع والموقع بالظبط كده. طب ما لازم المدربين تدرس الكلام. اما هو احنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا عايزين نعمل المدرب المحترف كمان مش بس اللعيب المحترف. هو ده اللي هيطلع لي لعيب محترف بعد كده. الحريف عنده مهاره, المحترف عنده مهاره زائد التزام. التزام ده التزام في حاجات كتير قوي بقى, مش فكره بس مواعيد التمرين. لا لا لا, يعني الفرق ما بين الحريف والمحترف هو الالتزام. اضافه على المهاره. المحترف عنده رونالدو مثلا, الاثنين عندهم مهاره. عنده مهاره واحد زي رونالدو لما تيجي تتابع كده رونالدو, لا ده عنده سيستم, عنده لايف سيستم كده بيعمله ما حدش يعرف يدخل فيه خالص. هو عارف هو ايه اللي يخليه متربع على عرش كره كده 7-8 سنين. الميه الغازيه ما بيشربهاش. كل حاجه كل حاجه يا باشا بيشتغل واحد محترف. عارف يعني ايه نعمل دي؟ حتى مقولاته كان ليه لقاء قريب كده قال جمل خطيره جدا, 5-6 جمل. يقول لك مثلا ايه؟ انك الناس اللي بتحبني بيساعدوني جدا ان انا ادي اداء جيد في الملعب, بس الناس اللي بتكرهني بيحولوني الى شخص لا يمكن ايقافه. ايه ده بقى؟ ده الناس اللي بتكرهه هي اللي بتديله في الملعب طاقه اكبر من اللي بيحبوه. ده محترف. ومين اللي علمه ده؟ ايوه ما هو ده الشغل بقى يتعلمه طبعا مدربينه. وده الشغل النفسي. هو ده الشغل النفسي بقى. يبقى انا النهارده بحول كل الطاقه اللي جايه لي السلبيه دي الى قوه دافعه. هوا جامد جدا وراك, تروح انت معدل نفسك الهوا ده يخليك تجري اسرع. زي طياره. زي طيارة. تستغل قوة الهواء انها تطير. بتتحرك عكس التيار. صح. عكس دايما التكوف بتاع الطيارات يبقى عكس الهواء احسن. بالظبط كده. اللعيب بتاعنا اللي احنا بنكلمه الكلام ده لازم انا افهم اللعيب الصغير الصور عنده اهم من الكلام. والكلام زي ما سعادتك عايز. اللي بيأثر في العقل فعلا والوصلة اللي بين العقل وبين العضلات هي صور مش كلام. بمعنى يعني مول حضرتك شجرة. حضرتك هتستقبل كلمة شجرة مني مش شين جيم ريه ته مربوطة. لا. شكل. شكل الشجرة على طول. فاللعيب لازم كل اعداده النفسي يبقى صور. انا بجهز له صور على طول في كل حاجه جوه الملعب. انا بجهز له صوره, حتى الحكايه اللي بحكيها له حكايه صوره, فتفضل الصوره معلقه في ذهنه باستمرار. استرجاعها هيبقى سهل قوي. طب المدرب معلش يعني انت حضرتك قلت لي معلومه حلوه جدا, الفرق بين الحريف والمحترف محترف. والالتزام. الالتزام في حاجات كتيره طبعا, مش بس التزام جوه الملعب. بالظبط. التزام خارج الملعب. التزام في شخصيته وتصرفاته لا انا عايز اخش اكتر. ثلاث حاجات الالتزام. ايوه ايوه بالظبط كده. ايه بقى الثلاثه؟ اول حاجه اداره الذات, وتاني حاجه اداره الاولويات, وتالت حاجه اداره العلاقات. ثلاث حاجات. لا لا اخر حاجه يا دكتور اداره العلاقات. اداره العلاقات. اصل انا مش هلعب لوحدي. طب خلينا نقول الكلمه اداره الذات واحده واحده. اداره الذات. اداره الذات هي قدراتي قد ايه واستثمرها ازاي. انت عندك يا كابتن هيثم ب 10 قروش قدرات, تعرف تدفع العرض تطلع ال 10 كلهم تستثمرهم. واحد عنده 10 ومش عارف يستثمرهم. بالظبط عنده 10 فعلا. يقول يا ابني ايه ده, انت مقوبتك عاليه جدا, انت مشكلتك فين؟ مشكلته مثلث رغبه قدره اعتقاد بالامكانيه. تاني انا عارف المعلومات كتير بس مستمتع جدا. لا. ربنا يخليك. بس انا حضرتك بتقول الكلام ده انا بترجمه على نفسي ولما كنت بلعب. كلنا كده بالظبط. يعني الكلام ده كنا بنعمله بس ما كناش نعرف غير ما ناخد بالنا. النهارده بقى عالم. قبل ما تدرسه النهارده بقى عالم. طب هو يعني اداره ذات او يعني هو دلوقتي لازم يدير ذاته بشكل جيد, بس دي بتحصل فيها تفاعلات. ايوه كتير. انا عندي ايه, انا عندي ايه المقاومات اللي موجوده عندي, وكل حاجه من دول اعرف اعملها ازاي. اعرف مقاومات أطلع نفسيه أحسن ولا مقاومات فنيه. نفسيه وبدنيه كل حاجه. حاجه بقى كل حاله. كل حاجه بالظبط كده. طيب. وانا بدنيا فين بنسميه احنا كابتن هيثم المربع المفقود. يعني مربع مفقود يعني عندي سقف مليان كله تمام بس فيه مربعيه واحده بس واقعه. راجل اسمه دينز براجر يقول لك ان احنا طول ما احنا قاعدين بنبص في السقف غصب عننا ببص في المربع المفقود, ما بعرفش ابص في الحاجات اللي عندي. هو محمد صلاح مثلا جوه ال 18 في كورنر يعرف ينط يعمل هيد يجيب جون؟ لا ما يعرفش. هيقعد يعيط بقى انا قصير. بس بقى محمد صلاح برافو عليك. اللي هو ايه؟ اللي هو واسبه جوه ال 18 مش زي مثلا كان فاروق جعفر. فاروق جعفر كان مش طويل لكن جنبه كان عالي بيعرف يعملها. لكن صلاح لا مش عارف يعملها دي. اذا محمد صلاح وكمان بمقارنه مثلا كريستيانو رونالدو بالظبط كده ده بيجيب الكره من اعلى نقطه. ميسي لا يعني برضه خلي بال حضرتك. ايوه يبقى اذا انا ده مربع مفقود بالنسبه لي في الملعب. الحته دي مش هعرف اعمل فيها حاجه. ادور بقى على المربعات المفتوحه بتاعتي المفتوحه السليمه الجميله بتاعتي. سريع جدا, خطواتي سريعه قوي, ما بيقدرش الخصم بتاعي يعرف انا امتى اجبرهم. بالظبط اجبرهم يعملوا مع ايه. أيوة. العب انا بطريقه اللعب دي مقاومتي انا دي كلها الجزء بتاع اداره الذات فيما يتعلق جوه الملعب وبره الملعب. طيب الجزء الثاني اداره الاولويات.
يعني ايه الاولاد يعني الانشطه بتاعتي وانا بعمل ايه كل يوم. عندي اربع باكج في اداره الاولويات بتاعتي. عندي احلام نفسي يحصل كذا وكذا وحلوه دي برضو، وعندي ادوار حاجات انا بعملها تجاه الاخرين. بالظبط. لا تجاه الاخرين دوري انا دوري مع والدي مع والدتي دوري حتى تجاه الجامعه مع مدربي مع دراستي ده دوري كله. وعندي اهداف دي بتاعتي انا بقى اللي هي كلمه سمارت سبيسيفيك ميجربل اتشيفبل رياليستيك تايمبل. يعني مثلا انا هبسطها مثلا اقول يبقى كلامي صح ولا لا؟ يعني هبسطها للساده المشاهدين واقول انا دلوقتي داخل على انا كبقى واحد بختار اولوياتي. عندي النهارده مباراه نهائي وفي نفس الوقت عندي محاضره مش مهمه. بالظبط الاولويات بتاعتي يبقى البريورتي دي انا الصبح المهم. الصبح النهارده اعمل ايه؟ ممكن بعد اسبوع يبقى عندي امتحان بس عندي تمرينه عايز استشفاء. يبقى انا بدير اولوياتي عشان في الاخر هو ده كده صح؟ هو ده بالظبط كده. بس احنا في الاهداف عندنا خمس حاجات كده عشان نحول الدور والحلم الى هدف. صح اللي هم كلمه سمارت جولز نسميها. بعد كده السيستم بقى ازاي تعرف تحط اهدافك دي جوه السيستم. يعني ايه هدف جوه السيستم؟ ايه الفرق بين ان انا احب ما اعمل وان انا اعمل ما احب؟ لا اعمل ما احب ان انا ما فيش سيستم. الدنيا كلها بتعمل اللي يعني بحب اي حد عايز اشرب الميه دي خلاص. بالظبط كده. اي حد ممكن يعمل ما يحب. المحترف بس هو اللي يقدر يحب ما يعمل. يعني ما تيجي تقول لصلاح او رونالدو او ميسي او اي حد من الناس العظيمه دي تقول له انت يومك ازاي؟ يقول لك يومي صعب قوي. انا بصحى 5 الصبح عامل تمرينه وبعدين ادخل على الجيم وبعدين يوم صعب جدا. صحيح. هو بقى يحب ما يعمل. عشان كده مستمتع. طبعا. طبعا. هو وصل للدرجه دي، هو عارف انه عشان يبقى نجم سوبر لازم يعرف يحب ما يعمل. طب دكتور فرصه ان انت معانا. في ماساه كبيره جدا بيعاني منها اولادنا الصغيرين اللي بيبتدوا رياضه، انا بتكلم على الرياضه كجنرال كصوره عامه، ازاي نصنع بطل. بيعانوا من نقص الثقه بالنفس. تمام. اولا نقص الثقه بالنفس ده انا ما اعرفش هل الثقه بالنفس دي هو بيتولد بيها ولا دي حاجه مكتسبه؟ والنبي يا دكتور ادينا كده محاضره للساده المشاهدين ازاي كل اب وام يعلوا الحته دي عند اولادهم. يا عيني عليك، ده الكلام جميل قوي. كنا زمان فاكرين الثقة بالنفس مكتسبة، اسف موهبة يتولد بيها. يقول لك الواد ده ما شاء الله عليه واثق في نفسه كده، قص شقة. لا خالص، طلع مش كده خالص بقى. فعلا. الثقة بنفس معادلة. لا قول لي بقى المعادلة. المعادلة. الثقة بالنفس تساوي، حضرتك سجلها عندك، دي مهمة قوي. الخبرة بسط على الموقف مقام. يعني يعني الخبرة فوق والمقام تحت. الخبرة فوق وتحت. الخبرة فوق والموقف تحت. والموقف تحت. كويس؟ لو البسط عالي عندي في المعادله الولد ده واثق في نفسه جدا. لو ايه اللي عالي؟ البسط عالي. البسط اللي هو بالظبط اللي هو بالظبط الخبره لو زادت الخبره. الموقف ده عدى عليا 37 مره. لو الخبره زادت على الموقف الخبره تعمل اربع خمس بنت الثقه. حلو كده. الثقه بالنفس بقت اضعف اضعف. ولو الموقف عالي عن الخبره الثقه بالنفس بقت مهزوزه جدا. ان شاء الله ساعتك تكون يعني جاهز. تاني بص اعزائي المشاهدين الكلام اللي بيتقال ده والله صدقوني الحمد لله ده يعني بنشكر الدكتور عليه وده انفراد فعلا لبرنامج الابطال. الثقه بالنفس لكل ولي امر والدكتور لسه بيقول اهو هي عباره عن الخبره معادله عباره عن الخبره على الموقف. لو عندك خبرات كتير وقصاد الموقف فالثقه بنفسك بتعلى. لو الموقف اكبر من خبرتك لا ثقتك بنفسك اقل. طب ازود الخبره ازاي؟ اوكي. الثقه بالنفس مرتبطه بالمهاره. يعني الثقة بنفس ليها معادلة كده مع المهارة. المهارة دي معادلة تانية. طبعا. طيب ايه هي معادلة مع المهارة. لو كانت الثقة بالنفس أعلى من المهارة يبقى هتتهد بسرعة جدا. لو الثقة بالنفس أعلى من المهارة. لو الثقة بالنفس بسط والمهارة مقام عليك العوض. ليه بقى؟ الثقة بالنفس تمنحك الجرأة على دخول السباق. تمام. أنا عندي ثقة أنا داخل 100 متر لبس محترم وفخامة وبابا وماما جايبيني مش كده ولابس ستارز الحاجات الجامدة دي والتاني معلش أنا آسف حافي جاي بنطلون بيجامة بس عنده مهارة. لا عنده مهارة عنده الثقة عنده الثقة فبتاع المهارة تقول له إيه؟ تخش السباق يقول لك إيه؟ لا أنا خايف أنا خايف أصل بص الأشكال تخض لابسين أحسن مني لا كله بقى أشكال تخض جامدة جدا ده أقوى مني أقوى فخايف أدخل. الثقة بالنفس تمنحك الجرأة على دخول السباق. المهارة تمنحك القدرة على الفوز بالسباق. الله ده حوار وده حوار. طب سؤال بقى يا دكتور لو بس أنا عايز أكمل لك حاجة أيوه ما أنا أكمل ما أنا عارف حضرتك هتوصل إيه دخلوا الملعب مع بعض تمام أول خمس ست خطوات اللي لابس شياكة ده هو اللي عمل النقلة بالثقة
الثقه بالنفس. بس الواد الثاني بقى اول ما دخل الجيم سخن طياره سبقه كتير قوي، عدى بكتير قوي. سان طيب الواد بقى اللي كان داخل بثقه جامده ده اتهدد كل الثقه ليه؟ يقول لك يا نهار ابيض ده الواد اللي جاي حافي ده، ده ما عندوش ايه ده؟ ده متمرن فين؟ لا راحت كل الثقه بنفس الثانيه. يبقى لازم اطمن انا ان المهاره تكون بسط ما تكونش مقام. مهارتي العاليه تبقى هتخليني انا مع الوقت ثقتي بنفسي. يعني الواد بقى الحافي اللي كسب السباق ده تصور انت بقى السباقات الجايه هيبقى نجم النجوم، ثقته بنفسه عليت عشان المهاره. احنا كلنا بنلعب الجيم ده مع بعض. خطير قوي ان انا ادعم ثقه بالنفس من غير ما ادعم من المهاره. انا بعلي كل ما اخسر ثقتي تتهد ويتهد بقى الولد يتهز جدا. فانا لازم امن ان مهارته هي اللي بتعمل البلد. يعني نقول للساده المشاهدين اللي بيلعبوا اولادهم رياضه ونفسه يشوف ابنه بطل اولمبي لازم يمشي في الطريقين. طبعا لازم طبعا. يعلي مهارته ويعلمه الفنيات بتاعت اللعبه كويس قوي، وفي نفس الوقت يخلي ثقته بنفسه عاليه. بس طبعا. ثقته بنفسه عاليه هتيجي بيلعب مهاره. ايوه هيخلي المهاره دايما بسط. كل ما تعلى المهاره فوق كل ما مستوى الثقه يعلى، والعكس صحيح. ده هيبقى كلام جميل بقى. انا عايز اتكلم مع حضرتك وعايزين نعرف الفرق بين حاجات كتيره، وانا مستمتع بالحقيقه بحوار حضرتك. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا طبعا مع الدكتور شريف في كلام مهم كتير عن الناحيه النفسيه للاعبين واللاعبات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب التطوير والمعد النفسي الكثير من الفرق. كابتن كنا بنتكلم او دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل. كابتن حلو برضه عمرت بحضرتك كنت مدير فني فولي بول وعملت شيفت كارير بعد طبعا 2011 ودخلت في الموضوع النفسي، وده موضوع حقيقه نادر جدا في مصر ولكن هو موضوع مهم جدا. انا في بعض الامور اللي برضه حضرتك انا ما اعرفش تفسيرها ايه. يعني بلاقي لاعب ناجح جدا بعد ما بيبطل كانسان ما بينجحش. طب ازاي اللاعب ناجح وازاي بعد ما بطل رياضه ما بقاش ناجح؟ ايه السبب في ايه؟ هو اتبنى كلاعب مجموعه الاعداد البدني والفني والخططي والسيكولوجي بس ما اتبناش كانسان. ولذلك احنا بنقول بقى المدرب الشاطر الشاطر هو ده اللي هيقعد في تاريخه الشخصي، ان انا كم انسان بنيته، كم لاعب بنيته. دي على فكره فتره صغيره بس كم انسان بنيته. لا دي كبيره قوي على فكره. وازاي كان انا حرصي وانا معايا لعيبه ويقدروا يسالوا لعيبتي اللي كانوا موجودين معايا بقى الفترات اللي فاتت، حرصي انا عليه كانسان ان انا بعد ما اسيبه ابقى مطمن جدا على درجه نجاحه كانسان صالح في الحياه، كمواطن في الحياه، في المجتمع، ناجح في علاقاته، ناجح في شغله، ناجح مع اسرته، ناجح مع زمايله، ناجح مع اولاده. ده مهم قوي، مش ان هو ناجح بس في الملعب. بشوف ناس كتير كانوا ناجحين في الملعب بس بيصعبوا عليا قوي لما اشوفهم بيتكلموا. لا علاقاتهم متلخبطه وبيخبطوا يمين وشمال ويطجنوا في شخصيات صح كبيره يعني صح. لكن انا بشوف شفناها كلنا موجودين بقى وحتى ناس كبيره يعني كده. لكن انا لو ربيته كانسان الدنيا تختلف خالص بقى في رصيدي انا شخصيا. ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. صدق الله. انا بركز قوي على الجزء ده وانا بشتغل. طب قول لي يا دكتور دلوقتي انا لعيبه كتير جدا انا كنت منهم يعني ممكن يطلع من المباراه يقول لك لا انا ما عنديش حظ. الحظ موجود في الرياضه مطلقا على فكره مطلقا. بص بقى مش حظ خالص. انت بتنفي لي حاجه مطلقا مش حظ ليها قانون بقى. لو حضرتك فهمت قانون الحظ الدنيا بقى تمشي. طب قول لي القانون للساده المشاهدين لازم الناس تعرفه. اولا ربنا سبحانه وتعالى قال قانون كده في الكون ان كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله. عارف حظ يعني ايه؟ حظ يعني حاجه حاشا لله وقعت من السماء كده. لا هي في حاجه قانون اسمه مكافآت في غير اتجاه الانشطه. يعني ايه؟ لعيب بيتمرن جامد قوي مموت نفسه تمرين، درجه الجهد بتاعته في الملعب عاليه جدا جدا، دخل فيه جونين كده يعني مش مظبوطين خالص في وقت من الاوقات زي ما حضرتك اتكلمت كده في كولك تعالى دخل الجول حصل حصل. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو تعرض لازمه اهي، يجي يقول لك حظ يعني ربنا يكافئه بقى في ماتش تاني. هو يروح زاويه في البلانتي والكره تطلع اوت في الزاويه الثانيه. ده مكافاه ربانيه. دي مكافاه ربانيه على مجهوده. انت شايفه حظ؟ لا طبعا هي مكافاه على مجهوده. حضرتك شايف ان الحظ يذهب لمن يستحق؟ طبعا مفيش كلام 100%. ما انا بقول لحضرتك هي لو كلمه حظ دي هو ليه فرق كتيره جدا ما بتتغلبش؟ تغلب ماتش اول الماتش اللي بعده يقول لك ايه؟ يعني هو ده عنده حظ وانا ما عنديش؟ يعني ايه عنده حظ؟ صحيح. ازاي فريق طيب بيقول مفيش ربنا اصلا؟
حاشا لله يعني. يعني الناس مش خالص موجود في الدنيا. يكسب فريق بيقول فيه ربنا وقاعدين يصلوا في الحسين فعلا الكلام ده بيتقال. قانون الكون يا باشا ما فيهوش حظوظ. قانون الكون فيه معادله كده في الارض. السنن اللي موجوده طبعا اسمها ايه بقى؟ اسمها الجهد في الوقت في الاتجاه. سجل المعادله دي مهمه جدا. الجهد في الوقت في الاتجاه. في الاتجاه صحيح. ما انت ممكن تعمل جهد دلوقتي في اتجاه غلط. بتمرن غلط يبقى انت كده هتروح واحد ماسك سناره سمك وعمال لي قاعد على حمام السباحه بقاله يومين بيعمل جهد اهو حظه وحش قوي جهد ووقت. ايوه بس بصوت حمام السباحه مفيش سمك. مفيش سمك هنا صح كده. فلازم اطمن على اللعيبه بتاعتي وبتبذل جهد. هل الجهد المناسب بتاعه ولا بيطنش يريح؟ طب مين اللي يحقق الاتجاه؟ مين اللي يثبت للاعب اتجاهه؟ ان انا طول ما انا ماشي بقيم. اسمها الكايزن. الكايزن الياباني دي استراتيجيه تقول لك التحسن المستمر. لازم انا لما اشتغل الشغل ده مع المدرب قياساتي بعد فتره المدرب بيقول لي يعني اكيد انا الكيرف بينزل شويه مع المجهود. هو ده طبيعي. بعد يومين يحصل ريكفري يطلع اشوف بقى الايه الاخبار بتاعتي الاستاتستكس بتاعتي في الماتشات الى اي مدى انا في نقله في الارقام بتاعتي دي ضروري انا اشوفها. يبقى الاتجاه بتاعي صحيح. اذا الوقت والجهد في الجهد في الاتجاه. في الاتجاه لازم الثلاثه دول يبقوا ماشيين صح. شلنا واحده كل حاجه باظت. لو شلنا الجهد يبقى حضرتك عايز تضحك على قانون الكون. مفيش شجره بتطلع في ثلاث ساعات. انت عايز بس احنا ليه بيحصل معانا كده؟ ان انا بدخل فيلم في السينما فاشوف البطل الغلبان قوي قوي وبعد ساعه ونص في الفيلم الاقيه رجل اعمال كبير. ده مش رجل اخضر مثلا حول وده مش بيحصلش في الحقيقه. يعني حضرتك بتنفي يا دكتور نفي مطلق ان في حاجه اسمها حظ. هي بس بقول لحضرتك ايه مكافاه ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في غير مكانها. هضرب لك مثلا سريع عشان الساده المشاهدين يفهموا الموضوع. هاجر عليها السلام مثلا كان السعي بتاعها في الصفا والمروه. السعي صعب جدا. سبع اشواط صعبين. احنا بنروح هناك احنا بنروح هناك تكييف ورخام ومعانا الموبايلات والميه جنبنا بتاعت زمزم مش كده؟ هي عملت السبع اشواط دول في الوادي. مفيش اي حاجه معبده. اسماعيل عليه السلام بينه وبينها 135 متر مسافه بعيده قوي. بعد كل الجري الصعب جدا ده ما طلعتش الميه في الصفا والمروه. تصور انت لو احنا اللي بنحط المكافاه هنطلع لها الميه اللي جريت فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا يقول لها ان مش شرط المكان اللي هتجري فيه اطلع لك فيه الرزق. ده الفرق بين اسباب الرزق وباب الرزق. الله. حضرتك بتشوف بقى باب الرزق دي ان هي حظ. لا هي مكافآت على جهود في اماكن اخرى في الحياه. زي ستنا مريم وهزي مظبوط ممكن يقع لوحدها. صحيح صح. فالمكافاه جت من عند ربنا بس تجي لك فين؟ مش انت اللي تقول. دي لازم نقف عندها. دي يعني لازم وقف. اصل مريم عليها السلام حصل معاها موقفين. الموقف الاولاني كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلي بالك هنا الرزق جالها من غير ما تعمل اي حاجه. لا تاني يعني الرزق ممكن يجي لك من غير ما تعمل بس خلي بالك بقى ودي اللي برضه في الرياضه كانت ان انت ممكن يجي لك مكسب وانت ما تعبتش فيه دلوقتي. تمام. انت بعد اسبوعين ثلاثه هتلعب ماتش حلو قوي وتخسر. خسرت ليه بقى؟ ايوه ماشي ما انت الماتش اللي هناك ده كسبته. ما كسبته كده برضه هي الدنيا بس كلها المعادله كده. دايما قدام عينينا جهد في وقت في اتجاه. هتمشي بالمعادله دي هتلاقي بقى الحظ تحت رجلك. هتلاقي المكسب. هتلاقي ان انت بقيت بطل. لازم تعمل الثلاثه دول. المعادله الثانيه بتاعت مريم عليها السلام. تمام. الدنيا ضاقت جدا. هي حامل و طبعا احنا عارفين القصه. طبعا. فتصور بقى حضرتك ان في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا فنداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله. جذع النخله جامد. في الوقت ده بقى مش مفروض ان هي تهز لانها تعبانه جدا. طبعا. ربنا بعت لها الرزق لما كانت تقدر تعمل جهد. ولما ما تقدرش تعمل جهد خالص طلب منها جهد. دي فعلا درس كبير درس للرياضي. ليه بقى؟ لما المدرب يضغط عليك قوي لما الظروف تتلخبط قوي معاك هيبقى مطلوب حضرتك حاجه اسمها الميل الاضافي. يعني ايه الميل الاضافي؟ لا واحده واحده. الميل الميل الاضافي الاضافي. هو الدنيا ضغط عليك قوي مش هتريح بقى هنا. لا خبطت في رجلك رجلك سبين انكل متحمس عليك في التمرين كل الكلام ماشي. ده ماشي. هنا عايز منك الميل الاضافي. انت كنت بتبذل جهد قد ايه قبل المشكله دي؟ 5 من 10 ماشي. عايزينه 7 اللي هي وهزي اليك. يعني كل ما الدنيا تزد عليك مطلوب وهزي اليك دوس اكتر. ايوه طبعا هو لازم كده وانا المعادله كده.
يا اما بقى سلم وروح اقعد في بيتنا. اللي بيروح بقى ما ياخدش بقى ايه المكافأة. المكافاه اللي هو الحظ. ايوه اللي هي الحظ. عيني عليك يا دكتور انت كده. بص يعني انا نفسي هطلع هنا اللي هيقول لي حظ بعد كده خالص. مفيش حظ صح. طب خليني اروح مع حضرتك على حاجه ثانيه. زي ما بنعمل استعاده استشفاء بدني تلج بقى وتخش ونقعد في ونادي الاهلي الحقيقه كان سباق في هذا وعمل غرفه في غرفه الملابس حاجات كتيره جدا في الاستشفاء البدني. في استشفاء نفسي طبعا 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 حتى لو كسبان. اصل هو في علاقه بين العقل كويس وبين الاعضاء اللي هتلعب. فلو العلاقه والاشارات دي مش ماشيه كويس يقول لك هو مش فورمه النهارده. مش فورمه ليه بقى؟ ليه؟ الاشارات اللي ماشيه دي مش ماشيه مظبوطه. في شويه لخبطه حاصله جوه انا مش شايفها بره ومش صح. عارف وايه الحكايه. شايف اثرها بس ان هو مش اشكرك مش مظبوط. جمله جميله جدا. هنا لازم نقول لعيب ايه؟ حاجه اسمها حكمه زجاج السياره. حكمه زجاج السياره. زجاج السياره. ايه بقى زجاج السياره دي؟ دايما انا راكب عربيتي الازاز اللي قداماني بتاع البربريز كبير قوي. صحيح. المرايات صغيره قوي. ليه المرايات صغيره والازاز كبير؟ دي مهمه قوي. ما انا هقول لحضرتك بس اسمح لي اجاوب. طبعا البربريز عشان بشوف بيه لقدام. ايوه. انما المرايه ببص لورا. اشكرك. فعايزها صغيره. صح تمام كده. العيب المتلخبط ده بنساله انت شايف قدامك كويس اللحظه الحاليه وقدامك كويس ولا انت بص على الماضي؟ لو انت بص على الماضي مش هتعرف تجري. طب قال لك انا مش عارف انا شايف ايه. ما هو انا اللي اقوله بقى. احنا نقول شويه حاجات كتيره بقى كده. يعني انت بتحطه في امتحان. طبعا الاول انت شايف ايه؟ ما هي اللحظه الحاليه دي هي اللي ايه اللي هتوديك قدام انت عايز تروح فين. ايوه. اللحظه اللي في الماضي دي هي اللي جابتك هنا. يبقى انت المرايه كبرت. ايوه. ما بقتش شايف قدامك. مرايتك كبرت فمتلخبط خالص. الله. سي انا ماشي بسرعتي بالعربيه كلت مطب. حلو. فطبعا احنا كلنا يا ساتر ايه ده؟ رحت بص وراك. قايم في مطب تاني فهتاكل لا هتاكل التاني. خدت التاني. ما تاكله. ما انا بقول هتاخد التاني. اللي فات ده يا نهار ابيض يا ساتر بص بقى قدامك عشان المطب التاني ما تاكلوش. او في منحنى يا خبر ابيض دي صعب جدا اوعى تبص وراك. خلص. القضيه خلصت هنا. طب يعني لو بصيت وراك اصبحت غير قادر على اداره اللحظه. تمام. في الماتش انا مطلوب دخل فيها جون جبت جون متعادل الماتش قرب يخلص كل الكلام ده كده مطلوب من اللاعب كيف يدير اللحظه بتاعته. عشان يدير اللحظه عايز اعمله مجموعه صور زي اللي احنا بنتكلم عليها دي كده. فاقول له وانا في الملعب اقول له ايه؟ ازازه العربيه. يعني ايه ازازه العربيه؟ خليك بص قدام. انتهت القصه خلاص بقى مش هحكي له الحكايه الكبيره قوي دي هناخدها في الاعداد. بعد كده ازازه العربيه. ايوه. انا اللي هقول المرايات بعد كده. دي هناخدها في الاعداد. فاحنا واحنا في الاعداد بنكلمه صحيح. بالطريقه دي. فنيجي في الملعب انا مش محتاج خالص اشرح شرح طويل. بس تعمل له كده الرمز بس. العربية. الرمز بس. اعمله كده زي الفار. شرط الفار. هتلاقي نفسه فاق وركز فيه. بص قدام. طب ساعات معلش يعني تقبل كلام. انا سعيد والحقيقه انا ربنا يكرمك يا كابتن ياسر. فانا دلوقتي ممكن ابقى لاعب ساعات الاقي نفسي مش كويس. برغم اني اتمرن. مش عارف في ايه. اروح لمين؟ واروح للمدرب يقول لي لا انت وحش. اروح ل مش انا انا مش عارف انا مالي. ده مش ادائي. اعمل ايه؟ في حاجات بنعملها في ساعتها جوه الملعب على طول وحاجات نعملها بعد ما نخلص. الحاجات اللي جوه الملعب ان انا مبدئيا عندي ثلاث قواعد مهمه. رقم واحد الماضي للتعلم وليس للتالم. دخل فيها جون جبت جون في نفسي حصل انا اترقصت رئيسه مش حلوه كل ضيعت جون ملوش حل كل الكلام ده كده ده خلص. الماضي بالزبط. للتعلم وليس للتالم. القاعده الثانيه ليس مهما من اين انت قادم. ما تحكيليش كتير البطوله اللي فاتت والجون اللي فات والشوط الاول شفت الكره اللي عملناها اللي خلص ده. ليس مهما من اين انت قادم المهم الى اين انت ذاهب. الثالثه بعد الماتش اي الم فات نفسي ما تكلمنيش على الالم والحسره اللي فيه كلمني على الخبره والعبره. يعني ايه؟ اتغلبنا الماتش الفلاني كنا كويسين قوي ما تجي اتغلبنا والجمهور فضل يقول وشفت بالليل كل الكلام ده ما بيلزمنيش. قول لي الخبره اللي خدتها ايه بالماتش اللي اتغلبته والعبره ايه؟ لان الفشل دايما بيعلم اكتر من النجاح. لا ده انا عايز ارجع للفشل والنجاح وازاي نحوله بس خلينا نطلع الفاصل دكتور. هنطلع الفاصل سريع واجي لحضراتكم نكمل حوارنا عن الناحيه النفسيه للاعب ودي مهمه جدا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري تدريب وتطوير والمعد النفسي لكثير من الفرق الرياضيه. دكتور كنا بنتكلم عن الفاصل عن النجاح والفشل. امتى اقول ان انا نجحت كرياضي وامتى اقول ان انا فشلت؟ هل منصه التتويج هي النجاح والفشل ولا في امور ثانيه؟ اولا هو تعريف النجاح والفشل جنب بعضه كده ده مش صح خالص. تمام. لان الفشل مش عكس النجاح. عكس النجاح الاستسلام. ايه ده؟ انت بتقول لي حاجات لا هو اول الف ب دي
الف ب، لان انا طبعا مش عكسه خالص خالص، لان النجاح عكسه الاستسلام طبعا طبعا. ليه بقى؟ لان انا عشان انجح عايز اعدي على في المهاره، عايز اعدي على اربع سلمات. انت عارف مين، انت عارف مين اللي قال الكلمه دي؟ اه لو تفتح حضرتك متابع مانويل جوزيه، جوزيه قال كده والله، جوزيه قال كده. اه جميل. اه هو كلام درسها، هو هو درسها بالظبط كده. ومدربين الاجانب اللي بيجوا عندنا درس الكلام ده، النجاح اه مش عكسه الفشل، عكسه الاستسلام. بالظبط بالظبط. ولذلك شوف مره الفرقه تغلب مثلا، برشلونه تغلب 5-0 اه، هزيمه صعبه قوي، بعديها باربع ايام بيلعب كسبان ماتش جامد جدا، خلصت القضيه، خلصت 5-0 ده حاله وخلصت. اللي جاي بقى ايه؟ فاحنا ليه بنقول الفشل مش عكس النجاح والاستسلام عكس النجاح؟ لان انت مش هتعرف تعمل اي مهاره كويس الا لما تعدي على اربع سلمات مهم. السلمه الاولى سلمه التعليم، ودي كونشس مايند، يعني الوعي هو اللي بياخد المعلومات. وبعدين التدريب بنقلها تدريجيا من الكونشس مايند للسب كونشس مايند في اللاوعي بقى. لما بنقلها تدريب بيبدا يجرب بقى، هو بيحاول بالزبط. بيحصل له احنا هنا اول ما ننقلها محاولات وخطا، ما هو عايز يعملها ترايل اند ايرور، مش كده؟ ترايل اند ايرور. لما ترايل اند ايرور عنده خطين، اما اقول لك مش عارف اعملها خلصنا هنا، او انه عنده قدره، بتنمو القدره على تجاوز الفشل ده. صح. كويس. اول ما تجاوز الفشل ده بقى كده او الاحباط، يروح لحاجه اسمها محاولات سليمه متكرره، يبقى خلاص مبروك عليك. صح. اه خلاص بقى مبروك عليك، عملها خلاص. كل بقى الجمباز والسباحه، كل الفيلم ده لازم يعدي على الاربع سلمات دول. تعثر في واحده مش هيوصل، لا يمكن يوصل لمحترف الا لو عدى على الله. وعلى فكره مش محترف بس، ابني عشان ياكل، انا عشان امشي العربيه واجري وسط العربيه وسط العجله. آه. كل الكلام ده عدينا على الاربع سلمات دول. هيل. هي فين المنطقه اللي بنقع فيها؟ ايوه، اللي هي المحاولات والقدره على تجاوز الاخطاء. آه. انا غلطت، خلص الموضوع، هتجاوز بقى عشان اوصل اوصل لممارسات صحيحه منتظمه. طيب هنا نسقف لك. حلو جدا، انت حضرتك صلحت لنا كونسبت معين، ان الفشل مش ضده النجاح، بس النجاح ضده عدم الاستسلام. طيب احنا عايزين نتكلم عن اللي بيحصل في الدوري الاولمبيه، معلش. انا اسف بقى، انا مش عايز اخش في الحته دي، انا بتكلم جنرال بس. خلينا عشان ايه؟ ضروري نوضح للناس. ضروري. حضرتك في ثلاث انواع منافسات، يعني احكي لنا ايه اللي بيحصل في الدوري الاولمبيه، عشان برضو الناس ما يبقاش عندنا اي قدر من الاحباط او جلد الذات. في حاجه اسمها العاب رقميه. رقميه انا ما عنديش تنافس مع اللي بيلعب معايا، انا عندي تنافس مع الرقم. سباحه، رفع اثقال، وزن عالي، وزن طويل، كل الحاجات دي كده. رقم بكسب، في رقم موجود. مع ملاحظه ان الرقم ده احتمال يتكسر هناك. انا لو انا وصلت له هنا فانا كده مبدئيا عملت اللي عليا، بس لما اروح هناك بقى في ناس ممكن تكسر الرقم. بالظبط. فانا مش هزعل من حد قبل ما يمشي من عندي، من هنا مش واصل للرقم بتاعنا، مش كاسر الرقم. لا، هو لم يحقق، هو كسبان افريقيا طبعا، بس رقمه مش كافي، بس رقمه مش كافي لهناك لبطولات العالم، فما زعلش منه. يبقى دي المسابقات الرقميه بالظبط. قبل ما يمشي انا عندي تنافس مع الرقم. الثانيه العاب النزال، ملاكمه، مصارعه، تايكوندو، كاراتيه، تنس طاوله، كل الكلام ده كده. نزال فردي. نزال فردي. دي التجربه بتاعتنا فيها الخبره على الموقف، الى اي مدى الخبره مع مجموعه الابطال العالميين دول، هل لعب كتير مع ابطال عالميين؟ شافهم كتير. شافهم كتير، احتاج يوم عشان لما اشوفهم ما يتخضش. زمان يبقى نطبق عليها المعادله، الخبره على الموقف. ده بالنسبه لالعاب النزال. الالعاب الجماعيه بقى كده لا، ده حوار تاني خالص. إيه؟ حركه، عندك شغل بره هتلعب مع فرق، وعندك شغل جوه التيم، ازاي تعرف تعمل تيم هارموني، تيم ورك هارموني بين الفرق وبعضها، روح كويسه ولا ممكن يكون عندك الفرقه حلوه بس اللعيبه مع بعض مش كويسه. فده ليه شغل جوه التيم وليه شغل بره مع الفرق التاني. المعادله دي مش كافيه. لا مش كفايه. خبره لان الفردي انت بتعده هو نفسه يروح يلعب ويكسب ان شاء الله رب العالمين، زي هدايه كده وزي سيف. زي سيف. لكن التيم بقى لا، فريق اليد بتاعنا امتى عمل البطولات الكبيره، وامتى خد الشغل الرائع اللي احنا كلنا فخورين بيه. الاتحاد اهتم بيه كفريق. برافو عليك. وبدا بقى ايه؟ بطولات عالم يكسب ودوره ويطلع بطولات دوليه كتير على طول. فبقى بالنسبه للولد ده عادي جدا دي. والهارموني كويس بينهم وبين بعض، يبقى احنا حققنا الاثنين مع بعض. وده اصعب على فكره، انك انت تعمل ميداليه جماعيه، لا اصعب مش اسهل. مش اسهل. الميداليه الجماعيه يعني بعدد كبير من الميداليات الفرديه. ده اللي بيدي الدليل ان الالعاب الجماعيه شعبيتها اكتر، طبعا فيها مجهود بيبذل اكتر. صحيح. وفيها دنيا تانية خالص. العلاقه بين اللاعبين وبعض والجهاز الفني والكلام ده بيكون اكتر بكتير واصعب بكتير من الحاجات الفرديه. طب دكتور، عايز اسال حضرتك حاجه. ساعات نقول ده شخصيه ايجابيه وده شخصيه سلبيه، هل دول عكس بعض؟ وازاي ان انا يعني ازرع الايجابيه في اللاعب وهو صغير؟ صور بقى، دي بقى احنا بنقول عليها دي نمره واحد للمدرب. اول حاجه
عايز اللعيب ده يبقى كويس على المستوى الشخصي كلعيب وعلى المستوى الشخصي كانسان ايجابيه من وهو صغير جدا بدري. بابا وماما في البيت الاول بس هي الايجابيه معلومه ونصيحه نقدمها ولا مهاره نتعلمها؟ لازم اجاوب، لازم المدرب يجاوبني. صح. هنقعد مع المدرب الاول، انت رايك الايجابيه دي نصيحه؟ اقول لك خليك ايجابي. ايوه اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ برافو عليك، خليك ايجابي. ايوه ماشي، عايزني اعمل ايه؟ ايجابي كده، بص ايجابي ولا حاجه خالص. اه انا قدمتها كنصيحه. لا، الايجابيه مهاره، هيتعلم مهاره الايجابيه ازاي؟ لما اجي اقول لك مثلا ايه كابتن هيثم، ايه احلى حاجه حصلت عندك في الاسبوع اللي فات؟ هنا انا عملت المؤشر على الايجابيه. ما انت غصب عنك هتجاوبني تقول لي احسن حاجه عملت دور ما بين الحاجات الحلوه احسن بالظبط، عندك شويه حاجات حلوه كتير. ايه احلى اكله اكلتها الاسبوع اللي فات؟ ايه احلى موقف بقى حصل؟ احلى لعبه، احلى لعبه عملتها، احلى فيلم شفته. انا هنا خليت المؤشر اوتوماتيك اجباري مني انا يروح للولد عند الناحيه الايجابيه. احنا بنسال اولادنا دايما في البيت ايه؟ حد زعلك في المدرسه؟ ده تدريب محترم على السلبيه. ممتاز. ايوه انا بدربه على السلبيه. ده كده ممتاز قوي. ايوه هو يقول لك ايه؟ حد زعلني، حد زعلني، عمال يدور على الحاجات السلبيه. أيوة، ويفتكر الحاجات اللي ضايقته. يدور بقى. يبتدي يبقى سلبي. عايز يجاوبك. عايز يجاوبك، فخلينا نحط كده مفهوم للسلبيه بعد ما قلنا ان هي مهاره. والايجابيه، الايجابيه هي القدره على رؤيه الجانب المشرق في اي حاجه. تعرف تشوفه. تمام كده؟ ايه تاني؟ القدره على تنفيذ الحلول الجزئيه. يعني انا عندي مشكله كبيره كده. بالظبط، كانت والدتي الله يرحمها بتعمل تريكو. فانا رايح النادي اتمرن، وتروح قايله لي تصلي المغرب وتقول لي ايه يا شريف النبي الله يكرمك البكره بتاعت التريكو متعقده ففكها لي. ابص على البكره فك يا ماما. مستحيل افهم انا ان هي مش عايزه يروح النادي. ما هو ده ما فك البكره يبقى هقعد ساعه عقده صغيره تقعد تفكها شغلانه. فتروح قايله لي ايه يا ابني انا ما فيش مشكله روح النادي زي ما انت عايز، طب دور لي بس على اول الخيط. ايوه هي الايجابيه بقى. دور لي على اول الخيط بس وهيكمل. يبقى اي مشكله معانا هتقابلنا الشخص الايجابي عايز اول الخيط. صحيح. الشخص السلبي يقول لك ايه انا عايز احلها كلها. مستحيل. لا مش تحلها كلها. تمام يلا. تمام يا دكتور، والله انا مش عايز اقول لحضرتك الوقت عدى بسرعه وانا يعني مش عايز الوقت يخلص، بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي لكثير من الفرق، بشكرك نورتنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، منوره بيكم، مبروك منتخب مصر، ومبروك النادي الاهلي كمان البطوله العشرة وان شاء الله ال11 وال12 ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده وكلامنا عن الصحه النفسيه والاعداد النفسي للابطال واللاعبين. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.